أكل بنلاقي صحي ولادي الخيال. دكتوره عندهم اصحابهم مش في الحياه كده، لما يتقابلوا ما يعرفوش يتكلموا، يعني تمام. هم في المدرسه ما بيعرفوش يتكلموا، لاني ما ما يعرفوش بقاش يفتحوا توبكس مع بعض، لكن وهم قاعدين على السوشيال ميديا اعرفي بقى خدي التليفون ولا البلاي ستيشن ولا اي حاجه منه، لان ما عندوش ان احنا نبقى قاعدين فيس تو فيس نتكلم مع بعض، ما بقاش عنده الثقه بالنفس، دايما حاسس بعدم ثقته بنفسه، هو من ورا محتاج الموبايل سكرين، محدش محتاج شايفه، حاجه محدش شايفه، فبيتكلم براحته، بيبقى عنده ان هو يعمل اي حاجه من غير ما حد يشوفه، لكن فيس تو فيس ان انا اقعد اتكلم معاكي كحوار هلاقي نفسي انا ضعيف فيه، فبالتالي خايف ان انا اطلع بصوره مش كويسه قدامي، ده كبير. لكن الاطفال انا دلوقتي بقت عندي في الموبايل انا ليدرز في كل حاجه، طب لكن انا دلوقتي لما اجي ابقى مجموعه ممكن ما ابقاش ليدر، فبالتالي بهرب منها، ممكن يتنمروا عليا فبهرب منها، كل ده محتاج ان احنا نعمل له تعديل وترشيد لحاجات معينه للاطفال بالذات السن الصغير. طب حضرتك قلتي حاجه، قلتي ان في اسر واعيه لفكره انه ما يبقاش الوضع الموبايل الالكتروني السوشيال ميديا وغيرها هي المسيطره على البيت. لفتره ما كان في ناس كتير بتحاول وتجاهد في القصه دي، يمكن العدد ابتدى يقل لان الاهالي ابتدت تقلق، هم بيضعفوا قدرات ولادهم التكنولوجيه، هل مع وجود بقى حاجات زي المبادرات الكتير من المدارس الالكترونيه وغيرها اللي هي بتعلم الولاد البرمجه وغيرها، هم بيبقوا قلقانين لحسن الناس التانيه تاخد حاجات وولادهم مش واخدين، ما هو في فبيبقوا مش فرق عارفين. بين اني انا اسيب ابني عارف بيشتغل في ايه وبينتج في ايه، يعني زي التحول الرقمي، انا المفروض ان انا بتعلم البرمجه، بتعلم ان ازاي اشتغل على الكمبيوتر، اشتغل على الموبايل بالطريقه اللي تناسب وتقوي مش تضعف، لكن ان انا اسيبه 24 ساعه على لعبه ايا كان اسمها، طب ما ده بتضرني. ما هيقول لك انا بطورها، انا لا ببرمجها، لا انا بعمل سكريبت جديد، لا انا بيبان، بعمل فيز، لا 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 بيبان، بيبان اذا كان الطفل بيكذب ولا اذا كان الطفل بيتكلم بجد. ده ممكن يخلق عادات كذبة عند الولاد طبعا علشان يقدروا طبعا، يقعدوا فترة طويلة ما ويقدروا هو انا دلوقتي لما همنعه منه ممكن يكذب، بس انا لو في تفاهم بين الام وبين الاب بلغه حوار بينها وبين ابنها او بينها وبين بنتها، هيعرفوا ايه مدى خطوره ده، ايه الحاجه الكويسه فيه وايه اضراره، يعني إيه انا اخد منفعته واسيب اللي بيضره، ده بيبقى بسبب ان انا في حوار بيني وبين الاب وبين الام، مش هسيبه ياخد كل حاجه من على الموبايل. طيب مهارات الذكاء الاجتماعي اللي هي بتعد اهم عنصر من عناصر القبول في اي عمل او القبول في اي مجتمع، في الاطفال ولا في الكبار؟ يعني بتكلم دلوقتي على الاطفال، تمام. احنا اتعلمناها لان احنا كنا جيل ورا جيل اتكلمنا وخرجنا وفهمنا وغلطنا وعملنا حاجات صح التجربة. وعملنا التجربة. النهاردة دي ما بقتش موجودة، وبقى يندر ان احنا بنشوف حتى الاطفال في التجمعات العائلية كلهم قاعدين ماسكين الموبايلات يا دكتور. تمام. ده بجد الموضوع وصل لمرحلة ان ما بقاش في نوع من انواع الحوار ما ما انت بينهم. بتبقى ماسك الموبايل بالظبط، وانا ببقى ماسك انا الموبايل لسه هقول وحضرتك يا دكتورة بتمسكي القدوة، الموبايل. القدوة، انت دلوقتي قدوة لابنك وقدوة لبنتك، هو شايفك بتطلع من الشغل ترجع ماسك الموبايل 24 ساعة، حتى لغة الحوار بين الاب وبين الام بقت مفقودة، دي ماسكه موبايلها وممكن تكون بتضحك مع اي حد تاني، ومعانا احنا الاثنين في بينا وبين بعض بوز لا، كبير. وهي وجوزها، هي والاب والام بيبعتوا لبعض ريلز ويضحكوا، ولكن دي واحنا لا لا قاعدين دي بقى لو في علاقه ود بينهم هما الاثنين، وده بيبعت لده وده بيبعت لده، لكن الطفل حساس نعمل بلوكات جدا. على طول لا لا، في الطفل مشكلته ان هو في السن الصغير بيتعلم من الاب والام عن طريق السمع والنظر. صحيح. مش عن طريق السمع بس، انت ممكن تتكلم من هنا لبكره، وبيشوفهم بيعملوا ايه من هنا لبكره مش هيقتنع، ده حقيقي. لكن اللي انت بتعمله هو بيعمله. طب انت هتقول له ما تمسكش الموبايل وانت ماسكه، ما تقعدش على اللعبه دي خطر عليك وانت بتلعبها، طب انت بتكذب وهو بيكذب، ما انت هو مرايه، مرايه لكل اللي انت بتعمله، فيبقى علشان خاطر اقلل ده انا نفسي لازم اكون في عندي ليميت معين للاستخدام. في مقوله حلوه جدا للفنان محمد صبحي بيقول ايه، لما حبينا نربي اولادنا فوجئنا ان احنا بنربي انفسنا، هو فعلا احنا عشان نربي الطفل لازم انا اكون عندي كل الاساسيات اللي لما اديها له تكون موجوده عندي، لان هو هيشوفها فبالتالي هيتشوف مني وهيقلد. ده بالنسبه للاطفال. الدراسات رصدت ايه فيما يتعلق بالتنمر، بالتوحد، بكل الامراض النفسيه اللي بتصيب الجيل ده؟ هل في ارقام؟ هل في احصائيات؟